لعبت مصر دورا محوريا في تاسيس حركه حياديه عرفت فيما بعد بحركه عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب واثبتت مشاركات مصر الفعاله في قمم حركه عدم الانحياز منذ تاسيسها تفاعلها المستمر ودورها الريادي من الفكره الى التاسيس، لعبت مصر دورا محوريا في تاسيس حركه حياديه عرفت فيما بعد بحركه عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب والتصعيد ما بين المعسكرين الغربي والشرقي. وخلال قمتها الاولى في العاصمه اليوغوسلافيه بلغراد في العام 1961، بذلت الدبلوماسيه المصريه جهودا كبيره بالاشتراك مع الدول مؤسسه للحركه لانجاح المؤتمر وتحقيق اهداف الحركه، ومنذ هذا التاريخ وتبدي مصر اهتماما كبيرا للحركه ولضروره الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل اقليمي ودولي. مشاركه مصر الفعاله في قمم حركه عدم الانحياز منذ تاسيسها اثبت تفاعلها المستمر ودورها الريادي ليس فقط على المستوى الاقليمي وانما ايضا للعمل على المستوى العالمي للدفع بقضايا الدول. النامية. وبحسب الرؤيه المصريه للحركه فترى القاهره انها تمثل الاطار الاهم والاوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول الناميه ازاء مختلف القضايا السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه المطروحه على اجنده الامم المتحده ودعم سبل العمل الجماعي متعدد الاطراف في مواجهه السياسات الانفراديه احاديه الجانب التي تعد احدى التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم الثالث غالبيتها اعضاء في الحركه فالموقف المصري ازاء العديد من الصراعات التي تشهدها الساحه الدوليه حاليا عكس تمسك مصر بالمبادئ الاساسيه للحركه وهو ما ظهر في تناول قضايا الدول الناميه خاصه في افريقيا مرورا بحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفه وصولا الى التعاون في انشاء المشروعات التنمويه في مجالات متعدده